بشكل سلبي والاشياء هذه. اللي ايش؟ الكلام مره مهم. اللي ايش؟ انا عايش حياتك حياتي حلوه. ايوه. لاني ما افكر بحاجه ولا افكر في الدنيا هذه. يومي عيد. ابسط نفسي ولا اشيل على هذا ولا على هذا ولا على هذا. مريح نفسي. يومك عيد. يومي عيدي. خلاص يا جماعه. لا تشيل في نفسك تحقد على احد ابدا. خلي خاطرك منشرح دائما. دائما وابدا اقنع بما الله سبحانه وتعالى كتبه لك. صراحه ما راح اتكلم. ما عمري يا هلا والله جماعة. اليوم الحلقة مختلفة شوية صراحة. ما في عبد الرحمن فما في غيري أنا وأمير يعني. فنشوف إيش نسوي اليوم. خلينا نروح لأمير. يا هلا والله. إيش مكانك؟ يا هلا والله. هلا هلا هلا. كل تمام. اسمع اليوم ما في خطوط حمراء. ما في خطوط حمراء. ما في عبد يوسف. ما في عبد الرحمن. سوي اللي نبغاه. أول حاجة ما حنقعد هنا في المدينة. أيوة أنا بنغير يا أخي. بسم الله. قد أكلت صديق طايفي؟ لا أنا ما قد رحت طايف. ما قد أكلت صديق طايفي؟ ما قد رحت الطايف أقول لك. حكي لك هنا في الحارة إيش حسبت إن إحنا نروح الطايف؟ والله. أنت وين نروح الطايف وتشوف قروب زي كذا وحركات؟ والله. والله يمينا بالله. يلا قدام يا عمي. والله. تعال نسلم زي الرجال. استنى لايك لايك نسينا احنا ابو عبد الرحمن هو اللي كان وكمان من اللي بيطلع السوري ابو كيف كانت حقيقتي حلوه؟ والله ممتازه. والله احلى من حقيقتي عبد صح؟ طبعا ممتازه طبعا. كيف اقول لك لا؟ طبعا احلى. نعيما للبزر. شوف قص شعره وحركاته. اسمع اذا كنت تحسب ان احنا رايحين الطايف لحالهم فانت غلطان. والله معنا ضيف. ايوه الحين نروح ناخذ. ايوه نسوي حركات. طب ما قلت خلاص نروح ناكل شيء مفاجاه. اوكي. تعرف مين جاي معنا؟ الضيف عرفته. عرفت مين جاي؟ الضيف معنا. شريف شوف جايب معاك انا نفسك نبغى زاويتين زي كذا. يلا جاهز. يلا جاهز. تعال معنا تعال معنا. اللي ما تعرفوا يا جماعه ترى في فقره حتصير اللي هي وحيد قبل كم اسبوع ودى قرود وفلتهم في الطايف وفي ممكن فقره تصير ان احنا نروح نشيك عليها الان وان شاء الله نلاقيهم. حنروح ناكل اول شيء. اي لا لا اكيد راح ناكل سليك طايف. يلا بينا. بلحم الحاشي قدام. اوف لحم قالوا اوكي. يلا 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 تبي السيارة مفتوحة ولا عادي؟ عادي خليها. يلا 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 العب شوي يا اخي. يا بزر خلاص كفايه جايين ناكل سليق وجيعان ترى جايبني حديقه نقعد نلعب. خلينا ناكل ونلعب. طيب ناكل حنا هديها شوي. هاكل والعب ما هقدر. طيب ماشي خلاص يلا تابع بس. وصلنا المطعم الاول. احنا طالعين من جده عشان ناكل سليق طائفي. سالت ناس تفهم في السليق الطائفي قالوا لي تعال مطعم الطائف القديم للسليق في حي السلامه في الطائف. طبعا احنا في الطريق وصينا على ربع خروف وعلى دجاج ودحين حنخش على قولة باسل ضرب الزلم. تضرب ضرب الزلم حير عليك. جاي عشان اضرب ضرب الزلم. انت حتضرب ضرب الزلم؟ ايوه يا باك. هلا والله بالشباب. هلا 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 هلا. شوف شوف ايش الحلاوه دي. سليق طايف يا حبيبي. أوش. يا جماعة اللي لازم تعرفون انه وحيد ترى ما ياكل لحم. بس ياكل بس على الاخر. لا لازم نجرب يا ابوي. عيب عليك. انا عن نفسي نجرب سليق الدجاج بس مو في حتى الطائف. أنا. أيوه حتى من اقدم المطاعم ترى يقولوا في الطائف انت عارف. بس ايش تتوقع ايش هذا؟ هذا سمن؟ ايوه طبعا. اوكي يعني مو زيت زيتون. ايش انت طالب حمص؟ اخيرا سمي بالله. بس نبغى اول لقمه تكون لقمه اسطوريه. ايوه. صح نسيت اقول لكم شايفين كيف التجميرة اللي على اللحم؟ بعد ما جينا المحل الرجال اللي في المحل قال لي ايش رايك اقمر لكم هو شويه. والله اقمر لنا ترى ياخذوا فلوس عليها بس حسب لنا برا الزباط. طب حتى الدجاج شوف. ايه قمر قمر. تخش في اللحم زي كذا تحط هنا وتحط الدقوس اللي هي السلطه الحاره. وشايفين يا جماعه كيف السمن؟ خش خش بسم الله. شوف الكريسبي ده. شوف صغير صح؟ ايوه هذا اكيد طبعا احنا في الطايف في الخروف حري لازم. الله 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 وحيد تعال 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 مرين مرين. تعال تعال جيب لي جيب لي دي شويه كذا تعال يلا
اللحمة طاحت انا عارف الحلقة. خليني اضبط لك لقمة. كيف؟ رب خطير والله رهيب يا شريف. ايوه انا اضبطك. اوف 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 لازم مع السمن كده. امانه مو رهيب. اوف 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 طب يلا نجرب الدجاج. من اللي انت جربته لسه ما جربت يا واد. هذه هو من فين؟ دقيقه هذه الزياده شوف قول لي من فين والله ما اعرف. مقمرة. حط روح روح روح. ايش يا عيال هننبسط والله يعني. اسفي لعبد الرحمن الباسل انه والله مسكين بالذات عبد الرحمن وبالذات باسل عشان خط السمن هاي. اصبر اصبر تباني اسوي هدايا لباسل. ابشر هدايا لباسل. هداء لمين؟ لباسل الحاج. تاخذ هبره كذا فيها فات في كوكندون. ها هذه هداء لباسل يقول لك السمن يدفى. خلاص اليوم باسل ستايل باسل. هلا كيف حالك؟ اصبر اصبر اسمع. سلم سلم سلم. اصبر اصبر شوف 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 عبده. ياد في الطايف احنا. ايه ياد رحنا الطايف. رانا ضرب الزلم. يلا سلام سلام. عارف احنا فين؟ في الطايف حبيبي قاعدين نضرب سليك طايفي في الطايف. لا 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 والله. خليك خليك احنا قاعدين يا باسل نضرب ضرب الزلم. يا شباب فينكم؟ شايف كل احد انسحب. وحيد والبزر شريف ما في احد لحالي قاعد. انتهينا من الوليمة القوية هذه. اسمع اسمع ما حينفع نركب السيارة الحين بالله. خلينا نمشي شوية. امشي خلينا نسوي كارديو. والجو حلو كمان هنا. اداها كذا راحة شوية على هذا الكرسي اللي في الحديقة. ميرو ورانا حلة ترى لسه. والله يا عيال لاكلكم حلا من كتر العين بالله انكم ما تقدروا. ايوه انا اشوف واحد فيكم يوقف. لا تحداني في الحلا امير قلت لك لا تهايطوا انتوا الاثنين في الحلا. الا الحلا والله انك ما تقدر تجمل يا اخي. ما لا يغرك حجمك ترى امير. لازم نهضم. كيف حنهضم؟ انت ما عمرك اكلت سمن؟ اول مره ترى جسمي مصدوم. انت ما انت فاهم. ان شاء الله ان شاء الله تعدي على خير. ترى دخلت كمية سمن كبيرة. الهرجة معدتك كيف حتتجاوب مع السمن؟ انا حاسس بشيء غريب بس ماني عارف ايش حعيش. المكان اللي جينا نحلي فيه في الطايف اسمه مذاق الملكة. طبعا برضو جاتنا توصيات كثير على مذاق الملكة انه عندهم حلا مرة رهيب واسعارهم ممتازة. فخلينا ندخل نشوف. قول انهم متميزين في البقلاوة. شوف هنا ما شاء الله شكله عندهم تشكيلة مرة رهيبة. ياد وكنافة وبقلاوة. شوف هنا البقلاوات. احرجني يقول اديك عيوني. اسمع بالله نبغى حاجه انتم مره متميزين فيها. طيب بلاش بنكهه. اوف مصاري. ادينا ادينا ادينا. تخيل فيها جبنه كيري مره طعمه. ادينا من دي بالله. شكلنا كده يا جماعه حنطلب شويه تشكيله هم يعني كده متميزين فيها ونرجع لكم. جماعة تخيل احنا جايين ناخذ صحن صغير. شوفوا يا ضيفونا اشياء وما هم راضين ندفع الصراحة. ما قصروا يعطيكم العافية والله يا شباب. يلا مرة متحمس احل يا جماعة. يلا يا جماعة شوفوا اهل الطائف كيف عزمنا على شاي. والله عزمتم على العشاء كتب. الله يسعدك يا سيدي. شريف اسمه؟ ايوه ايوه حق شريف. طيب انت عزمتنا على شاي الان. احنا نبي نعزمك على حلا. حبيبي عليكم يا شيخ. انتم زوج كلكم زوج. نبي نعزمك على حلا. مارشي قوي. اعطينا رايك فيه بصراحة. قيم معنا؟ يلا يلا. ما دام انت ضيفتنا شاهي لازم احنا كمان تضيفني حلا. هذا من حلاوتك. احسن شاهي في الطايف؟ احسن شاهي عندي. شوف يا ولد قل لي سليق الطايف يختلف عن جميع السليق اللي في الحجاز كله.
شليق مكة غير، شليق جدة غير، شليق المدينة غير. شليق الطائف يمتاز بحاجة واحدة، ما نحط عليه لا حليب ولا قشطة ولا نحط له شيء مرة، حبة واقفة ومرق بس المرق حقة الذبيحة. نطبخ الرز فيها ويطلع الشليق، نزيد نحط له إيش في الأخير، نحط له ملعقة ملعقتين سمن بري. أما اللي يقول لك حط له حليب وحط هذه جدة ومكة، هذا مو سليق طائف، ما هو سليق قشطة وما قشطة. الطائفي بدون الكلام هذا كله خش في الحلا. الحلا مذاق الملكة، هو أحسن محل عندنا. يبي الله كويس. أيوه. كويس. أيوه. يلا سمي بالله. بسم الله. باهو صغير أنا. هيا. تفضل يا عندي؟ دكتور. عندي. هذه بالقشطة ترى. إيه. عندكم هذا البيت بيت تاريخي. هذا بيت الكاتب. البيت هذا يا جماعة. صحيح إن الملك فيصل الله يرحمه سكن فيه. أنا بيت بيوتنا هذا، أنا من أهل المنطقة، أنا ابن عمدة السلام. ما شاء الله. جدي عمدة وأبويا عمدة وأخويا عمدة. ما شاء الله. عمدة. العمدة أبو عبد الله. عرفت قيمك للحلا الان. الحلا ممتاز. شوف هذه بالكيري، بجبنه الكيري. ايوه ايوه. بقلاو. انت ما شاء الله شكلك قصر الملك. هذه بالقشطه اتوقع. الله. يلا اديله. واو واو رهيب الصراحه. عندكم حلا يا زين رهيب والله. الطايف ممتاز بالاكلات، ما يعلى عليه. طايف مشهور بالاكل، سواء شري سواء بخاري، زربيان، المشويات تلقاها يعني احلى حاجه في الطايف. انا ولد البلد، ورحت هنا. الطايف ممتاز بالكلام. في شيء ثاني يا وحيد يمتاز فيه الطايف اللي هو القرود. إيه الفواكه. لا 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 توت. الحريات. افضل خروف، افضل خرفان في العالم. ايوه. اذا تبوا تروحوا مذاق الملكه وتاخذوا من جد حاجه مميزه جديده علي، ممكن ما تكون جديده عليكم بس كانت جديده علي ومره رهيبه، البقلاوه اللي بالكيري. واو صراحه هذا اختراع جديد علي، مره مره رهيب. قلت لي فيسبوك توك توك مكتوب الله في النار قاعد كلها. يقول احنا نستقبلكم بالورود ونودعكم بالقرود. ايوه حلوه حلوه حلوه. كده يا جماعه خلصنا فقره الحلا الحمد لله. والله يا طيب عافيه. لا تخاف يا بزو. والله يا ريت عبد الرحمن كان معنا، اقسم بالله. لا عبد الرحمن كان راح. لا والله كان خاف. شوف القرود بدأوا يجولوا. تعال تعال هجوم القرد يا جماعه. اسمع لا تشرد يا جو. تعال 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 حبيبي شريف. تعال ماشي. تخيل يضربوا وحي. تعال تعال والله عيب ما نكون جنبه. والله عيب. تعال أبا. الله الله الله. يعني المفروض انه كنا نلاقي روميو وجولييت في ذا المكان يا جماعة، ولكن للأسف ما هم موجودين. روميو لو جبنا مكبر صوت كان حيكون احسن. انا عندي احساس انهم كويسين. حتى بدأت تمطر شوية. تخيلوا ما شاء الله احنا دحين خلاص الى جدة، ما شاء الله الدنيا بدأت تمطر. هذا من الأشياء المميزة في الطائف ما شاء الله تبارك الله، جو الطائف دائما رهيب. أيوة كان جميل. أي أحد نازل من الطائف لازم يعدي من السوق ده، هو سوق فواكه وخضرة، والناس تأخذ منه دائما فواكه ويأخذوا ذرة ويأخذوا عصير توت. أيوة. تعالوا عند عيسى اليماني للشاهي والقهوة العربي والعدني والملكي والذرة السكري والمفروشات المنزلية. إيش هذا؟ هذه لو ستة زيادة من الفشار. حياكم الله. خلاص سلك لك يا واحد. تعال معايا اوريك فواكه هالطايف. يلا ما شاء الله يا جماعه هذه هي فواكه هالطايف. السلام عليكم. عندهم شيء مره مميز اللي هو التوت الطايفي، بس هذا مواسم ما اتوقع الان موسم. الحين مو موسم توت صح؟ الحين موسم اول موسم. هذا مو موسمه. حتضحك علي ولا ايه؟ هذا بدايه الموسم؟ لا بدايه موسم هوز بعد هوز. كلام كبير. هذا مانجا طايفي ولا هذا يمني؟ يمني. نبي شيء فواكه الطائف. عايز في فراولة. شريف انت ما دقت ترى. انتاج الطائف. بكم الكرتون؟ 25. يا جماعة خلاص هنا نكون يعني وصلنا لنهاية رحلة اليوم بالذرة الجميلة دي. شوفوا يشوها الفحم وبعدين يحطوا فوقها ملح. كيف جيدة صح؟ بديها تست يا وحش. شريف ما دمو؟ لا بالعافية.
العافية. بس يا جماعة كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تنسوا تسووا لايك. المفروض عبد الرحمن المفروض. طب أنا سو ايش هذه؟ كم معاكم؟ انا حقول بس كم معاكم وانت اقول دكتور وحيد. لا تسووا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه اذا ما انتم فاعلينه. كان معاكم دكتور وحيد واليوم كوامير والحوت والدج في الرياض. كان معاكم كمان شريف يا جماعه من وراء الكاميرا وبس. الى لقاء اخر. يلا جماعه نرجع للقفص. ما طلعتك الطايب لا تستهبل. طيب يا امير قفلت الرول؟ ايوه قفلت. بسمع طلعتك الطايف يا عمي. خذ منه جوالاته يا وحيد. لا بس بيصور لا تفضح. خش خش على القفص. خش على القفص. انت ماسك عليك ايه؟ ما اقدر اقول.